أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. تعرف على الاسم الحقيقي وجنسية الفنانة نادية العراقية، وشاهد أولادها ومعلومات لأول مرة عنها. والاسم الحقيقي للفنانة نادية العراقية هو فاتن فتحي، وهي من مواليد 21 يناير لعام 1963، وعمرها الآن 55 سنة، وهي ممثلة عراقية تعيش في مصر. وقد شاركت قبل انتقالها لمصر بعدد من الأعمال في المسرح والتلفاز في العراق. وبعد أن استقرت في مصر بدأت مشاركتها في الأدوار الصغيرة ثم الأدوار الثانوية، كما شاركت بعدد من الإعلانات التجارية. وقالت الفنانة نادية العراقية إنها اعتادت أن تنشر صور أولادها بشكل مستمر. ولكن ردها على الذين انتقدوا صورها هو الذي جعل الصور تأخذ حيزا من الجدل أكبر مما تستحق. وأن أكثر التعليقات التي أغضبتها هي كانت هو الزايدة يبقى ابن دي، مؤكدة أنها تعليقات سخيفة. والفنانة نادية العراقية لديها 3 أبناء وهم أدهم ونيلي ومي. وأن أدهم ابنها الذي نشرت صوره يعمل في مجال الإعلانات وقام بعمل أول إعلان له. وكانت تريد تشجيعه فنشرت صورته معها، وعندما رأى تعليقات الناس السلبية طالبها بعدم الرد عليها. لأن ذلك أقوى من أي رد، لكنها لم تستطع ذلك وقامت بالرد وبقوة، وهو ما جعل موضوع الصورة ينتشر سريعا. وتقول عن ابنها: حقيقي هو أحلى من مهند، ونحن مفتقدون في الوسط الفني الوسامة في الرجال خاصة في السينما. وهناك اعتماد على الفتى الجان في الأفلام، وهذا لا ينكر أن هناك رجالا أقنعوا المشاهد ودخلوا قلبه، ووجههم ليس وسيما مثل أحمد زكي وباسم سمرة. أدهم لو حصل ده يحتاج إلى مخرج يعجن، بمعنى أن يخرج من أدهم أفضل ما فيه.
لا أعتقد أنه سيقدم ذلك. من الممكن أن يقدم أدوار أكشن أو جادة بخلاف الرومانسية. أدهم لديه خجل من ربه، لكن أدوار الحب والبوس لا. ولو أعطوه المليارات دائما يرد أنا لي أختين يا ماما. بناتي ليهم مشاركات فنية لأنهم راقصات كوري في السفارة الكورية، وحصلنا على العديد من الجوائز الفنية لغنائهم وأدائهم. قالت الفنانة إنها بعدما نشرت صورة أدهم قامت بنشر صورة لابنتها مي، وهو ما أثار ردود أفعال واسعة أخرى بسبب جمال ابنتها. واتبعتها بصورة أخرى لابنتها نيلي، كتبت تحتها اشمعنا مي وأدهم، هذه صورة لابنتي الجميلة الهادية نيلي. وأكدت نادية أنها موجودة في مصر منذ عام 1997 وهي متزوجة من زوج اسكندراني، ولهذا استقرت في مصر. مضيفة: ما بعرفش أكره حد في الدنيا دي، لكن ما فيش غير حد واحد بس بكره وهي دولة إيران. وعربت الفنانة نادية العراقية عن حزنها بسبب تخلي عديد من صديقاتها الفنانات عنها، وأكدت إنها نجمة العراق الثانية في المسرح بعد أمل طه. مؤكدة أنها تحضر حاليا لرواية تتوقع لها أن تكسر الدنيا. كما أكدت الفنانة نادية العراقية أن مشكلة الناس هي النظر دوما إلى الكوميديان على كونه أراغوز عليه أن يضحك طوال الوقت، وهو مفهوم خاطئ. وأوضحت: البنت وأنا بصور معاها شايفة ملامع الحزن في عيونها، مش من حقهم تدخلوا في حياتها وتحكموا عليها، فبلاش قلة أدب في التعليقات. وقدمت الفنانة نادية العراقية عدة أدوار في الأعمال المصرية، حيث شاركت في مسلسلات القاصرات وآدم وجميلة وقضية راي عام وسلسال الدم وراجل وست ستات وعايزة تجوز. كما شاركت في عدة أفلام سينمائية، هي عايز حقي وأبو علي وحاحة وتفاحة وعمارة يعقوبيان وأبو العربي وكده رضا.